أصبح الفريق الأول لسيدات كرة السلة بالنادي الأهلي في إضافة سطر جديد من سطور المجد بعدما تمكن من الحفاظ على لقب دور السوبر لكرة السلة للموسم الثالث على التوالي وللمرة 19 في تاريخه، وذلك رغم الظروف الاستثنائية التي شهدتها الرياضة في مصر والعالم كله والدخول في نفق مظلم من توقف النشاط بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، إلا أن سيدات السلة كن كعادتهن بطلات فوق العادة بعدما واصل الفريق هيمنته على كرة السلة المصرية إثر تتويجه بثاني بطولات الموسم بعد التتويج بلقب بطولة دوري مرتبط عن جدارة واستحقاق على حساب الجزيرة في ديسمبر الماضي. وعلى الصعيد القاري كان فريق سيدات سلة الأهلي حاضرا بقوة بعدما تمكن من تحقيق إنجاز تاريخي في تاريخ كرة السلة النسائية المصرية على المستوى القاري بعدما نجح الفريق في حصد أول ميدالية للفرق المصرية في البطولات الإفريقية عندما تقلد الفريق برونزية البطولة الإفريقية للأندية التي أقيمت في مصر شهر ديسمبر من العام الماضي. وكان دور السوبر مسك الختام لموسم أكثر من رائع قدمه الفريق هذا الموسم تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة الكابتن علي هاشم المدير الفني للفريق والمدرب العام الكابتن كريم إسماعيل إلى جانب الكابتن أحمد إبراهيم المدرب بالإضافة إلى الكابتن موسى علي المدير الإداري وماجد فوزي إداري الفريق والدكتورة ياسمين الكيلاني أخصائي العلاج الطبيعي وإيهاب كونجا مخطط الأحمال وأكرم الشربجي إحصائي الفريق. وضم الفريق كتيبة من نجمات كرة السلة في مصر واللاتي قدمن أفضل ما لديهن وظهر ذلك جليا فيما حققه الفريق هذا الموسم وتحديدا في دور السوبر والذي عكس حالة الانسجام والتفاهم الكبير بينهن فوق أرض الملعب في ظل الاستقرار الفني والإداري الذي يعيشه الفريق الذي حافظ على قوامه الرئيسي والتدعيم اللازم في بعض المراكز حتى يتسنى للفريق مواصلة التربع على قمة كرة السلة المصرية عن جدارة واستحقاق. وضمت قائمة السوبر ممن قطعنا على أنفسهن عهدا بالتربع على عرش السلة المصرية وكنا على العهد كلا من دينا عمرو قائد الفريق ونور علي طلعت ورضوى محمد وثريا محمد ورنا علاء ورنا عبد الظاهر ومنار إيهاب وهالة مصطفى ونادين أبو الفتوح والمحترفة إيتالي لوكاس وهبة عبد الرحمن وجنى مصطفى.